صباح الخير. ملفان رئيسيان يطلان في صحف بيروت في بداية الأسبوع، أولهما تفاعل قضية إخلاء سبيل لميشيل سماحة، رفع العقوبات الغربية عن إيران، وبالطبع موضوع الاستحقاق الرئاسي اللبناني بضوء الموقف المرتقب للدكتور سمير جعجع هذا المساء من هذا الموضوع تحديدا. كلها عناوين سأتابعها مع ضيفي الكاتب والسياسي الأستاذ دافيد عيسى. صباح الخير أستاذ عيسى. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. إذا أبرز عنوان اليوم هو قرار رفع العقوبات عن إيران بإطار الاتفاق النووي. أرمع حمصي ببداية الحلقة بالكاريكاتير، انطلاقا من هالقرار صور كرسي الرئاسي رئاسة الجمهورية بلبنان عم بتقول عقبالي، هل ممكن لرفع العقوبات عن إيران أنه يرفع الفراغ عن كرسي رئاسة الجمهورية؟ لا، أنا برأيي شيئين مختلفين. أنا يعني كتبت مقال بعد ما بلشت المفاوضات بين الإيرانية والأمريكان، ووقتها كان في أمال والناس عقدت امال، انه قلت لهم انه هيدي ما لها علاقه باللي عم بيحصل بلبنان، وهيدا موضوع انا برايي موضوع ايراني امريكاني داخلي ليس له اي تاثير عما يحصل في الشرق الاوسط، حتى مش بس بلبنان، يعني هيدا منفصل، يعني طبعا منفصل. اللي عم بيحصل بلبنان، اللي عم بيحصل بالمنطقه، ما بيقدروا يربطوا فيه، لأنه اللي عم بيحصل بالمنطقة مشروع كبير، وما بتصور أنه الأمريكان بهيدا الظرف بدهم يوقفوا هيدا المشروع لحتى يعملوا نوع من الصلح مع الإيرانية. أيضا موضوع رئاسة الجمهورية وجهه الآخر، الوجه المسيحي منه، اليوم قرينا لك مقال بجريدة الديار رح نستعرضه، إنما رح نبدأ بكاريكاتير الديار يلي صورت كرسي الرئاسي تصرخ أمام زعماء المسيحيين الأربعة وعم تقول لهم خلصوني واتفقوا. طيب هذا الوجه المسيحي لأي مدى يساهم ب يعني وضع حد للفراغ برئاسة الجمهورية؟ ليكي سترولا، بدي اقول لك شيء. اكيد انه من الظلم بمكان وضع المشكل عند المسيحيين. حرام يعني نصغر المشكل ونقول انه موضوع الرئاسه هو بسبب خلاف بين المسيحيين. طبعا الخلاف بين المسيحيين له اثر صغير، ولكن الموضوع الأساسي الأكبر. نعم. الموضوع الأساسي والأكبر هو الصراع السني الشيعي في المنطقة وفي لبنان. نحكي الأمور بكل صراحة وبكل أنا قلتها مرة، كنت ضيف عندك، ما بعرف إذا بتذكريها، قلت وقتها أنه الشيعة في لبنان لن يقبلوا أن تبقى السلطة التنفيذية كلها بإيد، بدهم عم بيقولوا نحن بدنا نشارك بالقرار. وأنا برأيي لما حكي السيد حسن نصر الله عن سلة متكاملة وانفهمت إنه افتكروا إنه يعني سلة متكاملة رئيس جمهورية رئيس حكومة ورئيس حكومة وأنو الانتخاب والحسن نتفي التسرع بوقتها من قبل الرئيس سعد الحريري ورشحوا سليمان فرنجي، وإذ بينت الأمور أنه المشكلة منا، يعني اليوم سليمان فرنجي الشخص الأقرب، يعني ما حدا بيقدر يزايد على سليمان فرنجي إذا بدك بالمبادئ العروبية وعلاقته مع السوريين وعلاقته مع حزب الله وكذا، بتصور أكثر واحد عنده استراتيجية معه، حتى أقرب من العماد عون، حتى أقرب من العماد عون بقى. وقالوا لا،
قالوا لا لأنه متفقين مع العماد عون، يعني من باب الوفاء لهذا الرجل. هيدا معلش ليكي، هيدي السذاجة يعني منكون عم نضحك على حالنا لما منصدق هذا الحكي. في مصالح حزب الله تلتقي مع مصالح العماد عون. أي ساعة العماد عون اليوم بيزيح بيقول أنا ما بدي أو بيصير مرشح، ساعتها بنقدر نعرف موقف حزب الله شو بيكون. حزب الله نعم اليوم هو عم بجرب لحتى ما يبين انه الصراع كتير كتير فلاجران بين السنة والشيعة بلبنان. قايل لك ما دام واحد مسيحي مغطي لي هالجزء من هذا الموضوع، خلي ميشيل عون يضل مغطيه. بس اي ساعة ميشيل عون بيزيح حزب الله عنده غير حسابات، يعني بتطلع ذرائع اخرى بهذا المعنى تعطل. ساعتها بده يقول حزب الله خي تعوا نقعد بدنا نحكي، بدنا نقول شو بدنا نحن وانتو شو بدكم، شرفوا بدنا نقعد. هيدا المارونية السياسية اللي كانت ما رح نقبل نستبدلها بسنية سياسية، تعوا نقعد لحتى نشوف شو بدنا. بده يستبدلها بشيعية سياسية بتقصد؟ ما بعرف، بس أكيد إنه الشيعة بيقولوا بمجالسهم إنه اليوم نحن عنا حزب الله وعنا سلاحنا وعنا نبي بري موجود وأنجا عنا حق الفيتو بقضايا معينة بالسلطة. طيب كيف بكرة إذا تغيرت الظروف وبطل في حزب الله وبطل في نبيه بري الله يطول بعمره شو بيكون دورنا؟ هون هيدي هون المشكله الحقيقيه، وكل واحد بيدور غير هون بنكون عم نمزح. يعني هل بنقدر نقول انه فائض القوه اللي عم بيتمتع فيه حزب الله اليوم يريد ان يصرفه بالمكان السياسي ام بيتماشوا مع بعض؟ يعني هون بده يبدل هذا طبعا هذه القوه بسياسيا ام لا القاء القبض نهائيا على لك؟ حزب الله يعرف جيدا انه ما حدا بيقدر يلقط البلد 100%، ما بيقدر. قد ما كان قوته قد ما كان قوي قد ما عنده فائض قوه ما بيقدر، بده يفوت بده البلد بينكمش بالسياسه. بتقدر تمشي على فتره بالسلاح بالقوه بالكذا، بس مش كل الحياه بتضلك مسكتي بالقوه. لذلك حزب الله لا بده يفوت بالقرار السياسي وبده يشارك بالقرار السياسي. بما انه عم نحكي عن حزب الله، كيف بتفسر صمت الحزب إذا ما يحكى عن نية الدكتور سمير جعجع ترشيح العماد عون؟ وبالطبع كان لك لقاء مع الدكتور جعجع رح نرجع بتفاصيله. موقف حزب الله اليوم الأستاذ محمد الشقير بالحياة سأل عن الأسباب الكامنة يلي بتدفع حزب الله ليتبع سياسة الصمت حيال تزايد الحديث عن احتمال دعم جعجع ويفضل عدم إقحام نفسه بهذا الاحتمال. شو تفسيرك للصمت؟ أحراج؟ طبعا محرج. حزب الله محرج على كثير مستويات، محرج على مستوى شو بده يقول له لجنرال عون؟ ما كانوا عم بيقولوا له اتفقوا يا مسيحيه، المشكله عندكم اتفقوا. لما اجوا يتفقوا شو بده يقولوا له؟ الكل شو بده يقولوا للمسيحيين او للعماد عون تحديدا؟ للعماد عون ولسمير جعجع. يعني ان شئنا ام ابينا نعم اكبر قوتين مسيحيتين ان القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر. يعني اليوم لما بدك تجي تحكي انت بقوتين اساسيتين طبعا في الكتائب موجوده وعندها والمردة طبعا يعني، بس لما بنحكي يعني لما بتقولي انت مسيحيا القوتين الاقوى هن هودي اثنين. طيب اذا هودي عم بيجوا يتفقوا، اضافه انه ما في مشكل بين هذا المشكل وهذه الحدية بين الأطراف الآخرين، يعني في عندك مشكل بين ميشيل عون والقوات، عندك مشكل بين المردة والقوات، بينما الكتائب ما عندها هالمشاكل مع حدا. بعد ذلك كمان هون دور يعني شو بده يقولوا له؟ لا 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 يقول لهم لا ما تتفقوا مع بعضكم، لا انتم ما انتم عم تقولوا لنا اخي اتفقوا بقى والمشكلة عندكم. اجى سمير جعجع عم بيقول لهم اوكي نحن بنتفق.
التقيت بدكتور جعجع خلال الأسبوع الماضي وكتبت اليوم بمقالك بالديار أنه الاتفاق الرئاسي بين عون وجعجع سيخرج كرة الرئاسة والمسؤولية من الملعب المسيحي ويضع حد للمقول الرائج بأن الانقسام المسيحي هو سبب الشغور الرئاسي وبالتالي اتفاق هو الذي يأتي برئيس للجمهورية. واعتبرت أستاذ عيسى أن الاتفاق يجب أن يشمل كل القيادات والقوى المسيحية. أول شيء حتى بأجواء لقائك مع دكتور جعجع شو هيك استنتجت من هذا؟ أنا كل مدي بحب زوره للدكتور جعجع، بحبه، بسمع رأيه، بحس عنده نضوج، عنده وعي، عنده هدوء، يعني بس بحب اسمع رايه مثل ما بزور العديد من الشخصيات، وكمان وبسمع اراءه وبحب وبتشاور انا وياهم، بعطيهم رايي، بسمع رايهم. انا عندي يعني انا رجل سياسي وبكتب وبحب اسمع اراء الكل. طبعا زرت الدكتور جعجع وكان لقاء، طرحت عليه موضوع ما يحكى عن موضوع ترشيح العماد عون، سألته انه قد ايه جدية الموضوع. بدي اكد لك انه الدكتور جعجع جدي جدا. انا تفاجأت، وانا يعني تفاجأت وتفاجأت بالكلام اللي انحكى، انه يعني المبررات يعني اللي عم بيعطيها الدكتور جعجع. لا المبررات معه حق فيه. عم تفاجأت بالإيجابية الكلام تبع الدكتور جعجع عن العماد عون، حكي عنه بشكل كتير ايجابي. يعني ما كنت بتصور انا، وما كنت بعرف انه ممكن توصل الامور لهون بهالتفاهم الجيد والايجابي. طبعا حكينا بموضوع الدكتور جعجع بيقول انه انا اذا وضعوني امام خيار 2 من 8 أدار، أنا ما عندي مشكل شخصي مع سليمان فرنجي، قال أنا بنقي الأقوى. ليش بدي يعني اللي عنده تمثيل أكتر، مش اللي عنده تمثيل أكتر، ليش بدي نقي أنا؟ بنقي أنا ميشيل عون بيقدر يكون عنده حيثيته، عنده تمثيله المسيحي، عنده كذا، ونحن حده، نحن معه. والمسيحيين اليوم ممكن بس اليوم اذا لو انطرح مثلا ميشيل عون مع حدا غير، ما بعرف اذا كان الخيار رح يكون هو ذاته. بس بتصور لانه الخيار كان بين اثنين محصور، كان هيدا رايه. طيب بهذا الاطار، لماذا عم بيتم وضع ترشيح دكتور جعجع للعماد عون وكانه بوجه الرئيس سعد الحريري، بوقت انه رئيس سعد الحريري قبل التواصل مع الوزير فرنجيه كان له مسعى مع العماد عون ويومها اصطدم برفض الدكتور جعجع بالدرجه الاولى؟ ليكي بدي اقول لك شيء، بتصور انه المشكل هو انه الرئيس الحريري عم بيتعاطى مع دكتور جعجع بهودي القضايا وكأنه هو تحصيل حاصل. يعني ما عم بيصير في نوع من يعني اليوم انا بفهم الرئيس الحريري، بفهم طروحاته، بفهم ليش عم بيتصرف هيك، بس ما بده يتجاهل حلفائه اللي وقفوا معه بكثير. اليوم اذا نحن بدنا نجي نحكي الامور بكل واقعيه، القوات اللبنانية وقفت حد الرئيس الحريري بشكل يعني تماما، مثل ما وقف ميشيل عون ولبل أكتر معه. ما فيك تجي تعتبر سمير جعجع تحصيل حاصل وأنه يلا بيمشي أكيد إذا أنا لا، سمير جعجع شريك. يعني هو عم بيتصرف دكتور جعجع من منطلق ردة الفعل، أليس كذلك؟ لا لا ما اكيد مش ردة فعل. سمير جعجع رجل انه ليش لهلا اقتنع بالعماد عون بوقت كان يمكن وضع حد لهالجدل كله من سنه وست اشهر؟ انتبهي، ما بعرف انا قديش يعني الاقتناع. بعرف انا لما حطيتيه قدام خيار عم بتقولي له
يا سليمان فرنجي يا ميشيل عون. قال أنا بمشي مع الممثل الأقوى. هل اتفاق الرجلين اليوم يعود بك بالذاكرة إلى العام 88 وقت اللي خرج الدكتور جعجع وقال الجنرال بيمون؟ أكيد وشفنا لا. اللي صار بعدين واللي لا. دفع ثمنه المسيحيون. أكيد لا أكيد ما بتش ما بيشبه اليوم امبارح. أكيد لا مليار بالمية، وأنا على قناعة بهذا الموضوع، وما حدا يجرب يلعب على هذا الموضوع وحدا يفكره أبدا أبدا أبدا. في قناعة كاملة، في تعطش عند القوات وعند العونية لطي صفحة لطي صفحة الماضي. أكيد ما حدا عم بفكر هيك أبدا. بس ما بقى اللي كان مسموح فيه سترو لسنة 88 لم يعد مسموح به سنة 2016. المسيحية عم بيتدبحوا، المسيحية عم بيتهجروا، ما بقى في مسيحية بالمنطقة، ما عنا بقى مجال نقعد نلعب بهيدا الموضوع. طرف هيدا الطرف هيدا ما بقى فينا نلعبه. المسيحيين مفروض يتوحدوا، لازم يتوحدوا. أنا اليوم قايل هيدا الكلام، يجب على كل المسيحيين أن يتوحدوا، لازم يكونوا كلهم ميشيل عون، سمير جعجع، سليمان فرنجية، وأمين الجميل. ليه ما عم ينحكى عن غير المسيحيين غير الموارنة بكل هذا المشهد وكأن دورهم مغيب؟ يعني الكاثوليك مثلا أو الأرثوذكس أو حتى الأرمن الأقليات. ليكي سترولا، إن شئنا أم أبينا أساس البلد هم الموارنة. موارنة نعم، ولكن في دور كمان. خليني أحكي شوي. عندما يكون الموارنة بخير يكون كل البلد. المسيحيين بيكونوا بخير، نحن منكون بخير لما يكونوا الموارنة بخير، ونحن منكون مريضين ومش مرتاحين لما يكونوا الموارنة. لذلك نحن يعني اليوم نحن ما عنا هيدا المشكل، المشكل هو موجود داخل الطائفة المارونية. لما الموارنة بيتفقوا مع بعضهم وبيكونوا هن نحن بنرتاح ومنكون مرتاحين. بنفس الموضوع جريدة الأخبار تقول أو تؤشر إلى ساعات حاسمة بين التيار والقوات. هل يرشح جعجع عون اليوم؟ يعني في ترجيح أنه مؤتمر صحافي اللي رح يعقده الدكتور جعجع هذا المساء مرتبط بالإعلان عن الاتفاق أو عن ترشيح العماد عون. عندك هذا الانطباع؟ ما بعرف. شوف يعني في هون رأيين، في رأي بيقول أنه لا رح يكون مفصلي ولكن ليس إلى درجة الإعلان. ما بعرف دكتور جعجع شو ناطر تحديدا لحتى يبقى البحصة بهذا المجال؟ ناطر يخلص الاتفاق، يعني عم بيتفقوا مع بعضهم، عم بيحكوا القوات والعونية، عم بيتفقوا على بنود. أنه اليوم بالسياسة ما في شيء ببلاش. نعم. انه انا عم شو بده دكتور جعجع؟ ما بعرف انا، ما هل قانون الانتخاب يطمئنه فقط؟ طبعًا. هل حصه بالحكومه المقبله؟ طبعا اكيد اكيد. نحكى انه اهم شيء قانون الانتخاب. قيل انه ابرز جريده الديار كتبتها الاسبوع الماضي مطلب لدكتور جعجع هو وزاره الدفاع، فاتوا بهذه التفاصيل. ما بعرف انا يعني وهو امر لن يقبل به حزب الله باي حال. يعني ليك انا ليكي هيدي معلومه يمكن اجت لجريده الديار، انا ما بعرفها. نعم. بس ما بعرف اذا الدكتور جعجع ممكن، ما بعرف، ما عندي علم، يعني ما بعرف شو التفاصيل بالحوار. انا مني جوات المطبخ القواتي ولا جوات المطبخ العوني، يعني انا بسمع وبقرا وبشوف الناس وبكون فكره. بس انا يعني اذا بدك بالمنطق بالعقل بال 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 يعني بالعقل، انا بقول انه طبعا اللي عم يتفقوا علي هي القضايا اللي الاساسيه اللي بتهم المسيحيين. طبعا اول شيء الانتخاب، او قبل كل شيء الوجود المسيحي داخل مؤسسات الدوله، الدور المسيحي داخل الدولة، قانون الانتخاب. مسيحيين مغيبين عن كل شيء. هلا اذا اليوم نحن عم تحكي انت على قصة غير المسيحيين، نحن عندنا مشكل كبير كمان، نحن الكويتي يعني في قصة موضوع امن الدولة. امن الدولة يعني عندنا مشكل كبير مع انه دور المسيحيين في الدولة. طبعا. بعد الفاصل قلت لي مش بالمطبخ للعون وللقوات، هل أنت بالمطبخ الوسطي؟ يعني عم بيرجع ينحكى اليوم عن
ارتفاع حظوظ المرشح التواف وإيه ومعلوم الأسماء المطروحة، رح نناقشها بعد التوقف مع أول فاصل. نعود لمتابعة هذه الحلقة. كنا عم نحكي بالموضوع الرئاسي أستاذ دافيد. جوني منير اليوم بجريدة الجمهورية بيقول أنه وقت اللي بيتأكد عم بتم السعي لتحديد موعد لزيارة الوزير الفرنجية للفاتيكان على أن يوافيه إلى هناك البطريرك الراعي، وبس يتأكد هذا الموعد بنفس الوقت العماد عون رح ينتقل لمعراب للقاء جعجع الذي سيعلن تأييد ترشيحه للرئاسة، وشبه الخطوة بتلك يلي حصلت وقت الرئيس الحريري دخل إلى البيت الأبيض بال2010 وبنفس الوقت استقالت حكومته ببيروت. كيف ما فهمت؟ بس يعني وقت الوزير الفرنجية بيدخل للقاء البابا برفقة البطريرك بنفس الساعة يعلن ترشيح العماد عون من قبل دكتور جعجع. استاذ جوني هيك اي استاذ جوني ما بعرف انا جايب هالمعلومه، بس ما بعرف. ما عندك لا. صوره بهذا الشكل؟ لا انا ما بقدر احكي، ما عندي ابدا. ولا استاذ جوني عنده معلومات؟ هذا الوضع يشبه الوضع اللي كان فيه رئيس الحريري وقت دخل الى البيت الابيض واستقالت حكومته. لا. في وجه للشبه؟ لا يعني بطريقه لا ما لا 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 ما بدها هالقد لا لا. طيب اليوم بالديار بتقول الرئيس بري بدأ يطبخ طبخة مرشح التسوية، الموعد بالصيف القادم. مرشحو التسوية ثلاثة: رياض سلامة، جان عبيد، جان قهوجي. وتقول الصحيفة أنه العماد قهوجي هنالك فيتو كبير عليه من العماد عون وصعب أن يصل إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي بيبقى الوزير عبيد ورياض سلامة. عادت أسهم المرشح التوافق إلى الارتفاع من بعد كل هذا المشهد؟ أنا بعرف أنه ما في انتخابات رئاسية هلا، وأنا بعرف وأنا قلت هذا الكلام قلته قبل وبرجع بقوله. أخشى ما أخشى أن يكون ميشيل سليمان آخر رئيس لهذه الجمهورية، بمعنى انه يكون امام جمهوريه جديده او طبعا نظام مؤتمر تاسيسي. يعني انا برايي هيك ما بدي روح هالقد، بس بقول انه بده يعني هيدا يا طائفه جديد على شكله، يا دوحه جديده، يا تعديلات على بعض بس هذه الصيغه او هذا الاطار برايك انتهى. يعني من هون يمكن نبيل بومنصف بالنهار قال انه قوة 14 أدار عليها ان تجمد الى افق غير محدد قصة الرئاسة حتى ضمان جمهورية التي لا تسبق رئيسها بانقلاب متدحرج، بيقول مثل تخلية وكيل مملوك والخروج عن الاجماع العربي، انه الجمهورية هي انا بوافق الاستاذ نبيل. هيدا تصور هيدا عين العقل. يعني انا كل من يقرا اليوم بموضوعية نعم ما يجري، طيب اليوم بحطوا تواريخ انه مش هلأ رئيس جمهورية بعد شهر، ومش بعد شهر بعد شهرين، نعم انه ليش بعد شهر مش بعد شهرين، ليش بعد سنة، ليش من بعد، ليش بالصيف، شو هو التاريخ؟ نعم لا يعني. كيف عم على اي اساس عم تستندوا لحتى توضعوا هالتواريخ هيدي؟ اليوم اذا عم نحكي السياسة في مبدأ، نعم، في مشكل. هذا المشكل شو هو؟ بدنا نحطه، بدنا نقعد نحكي فيه، نقول يا اخي شو المشكل؟ شو سبب عدم انتخاب رئيس الجمهورية؟ نعم بس هيدي يعني مش أول مرة بيصير فراغ، رح نرجع للموضوع بس حتى ما نطره كثير. عبر الهاتف معنا معالي الوزير عبد المطلب حناوي لنطلع منه على الأجواء تحديدا المتعلقة منها بالتعيينات العسكرية وما حكي عن أنه الأسماء صارت بحوزة الرئيس نبيه بري، خاصة يعني الأسماء الأرثوذكسي، اسمي الضابطين الأرثوذكسي والكاثوليكي، وأكيد الاسم الضابط الشيعي ما في مشكلة بشأنه. نحييه دكتور عبد المطلب حناوي، صباح الخير. صباح
صباح الخير إليك وللمشاهدين وللأستاذ ديفيد ضيفك الكريم صدينا. صباح الخير مع الوزير. صباح الخيرات حبيبنا. هل دقيق ما كتب اليوم بجريدة الجمهورية أنه انحلت مسألة التعيينات العسكرية والاسمين الضابطين الأرثوذكسي والكاثوليكي المرشحين لعضوية المجلس العسكري باتا في حوزته والاسم الشيعي ما في عليه مشكلة، وبالتالي مجلس الوزراء سيستأنف جلساته بكامل أعضائه؟ قبل كل شيء اليوم أنا قريت مثل ما قريتي بالجرائد، أنا ما يعني ما لا علمي أنه توافقوا بعد على هذا الموضوع. هلأ هذا من الناحية السياسية. هلأ قريت اليوم بالجريدة أنه الأسماء صاروا عند الرئيس بري، والرئيس بري دولته معودنا على الحلول السياسية ولو على حسابه، على حساب الرئيس بري مثل ما عمل سابقا بموضوع الحكومة، وترك موضوع يعني وزارة لغير طائفة، لغير الطائفة الشيعية لحل الأزمة الحكومية. وهلأ اليوم عم بسمع عم بيقول حتى انه يسمي احد المكونات السياسيه تسمي عضو المجلس العسكري الشيعي، هذا من الناحيه السياسيه. انما هلا بدك تساليني انا كضابط بالسلك العسكري متقاعد وافهم السلك العسكري، انا يعني هذا الموضوع يعني انه التعيين سياسيا ومحافظه سياسيه انا ضده، لانه اللي وصل لرتبه عميد هو ضابط كفؤ في اقدميه. هل يجوز انه مثلا واحد اقدم من غيره بيجي نحط واحد قبل منه بعشر اسماء بنفس الطائفه؟ هذا لا يجوز، هذا يضرب الهيكليه العسكريه ومعنويات العسكريين. وبالتالي انه يعني العضو المجلس العسكري اللي بده يحطه المكون السياسي، اي مكون سياسي اصبح اسير لهذا المكون السياسي، كيف بده يتفاعل، كيف بده يشتغل بالمجلس العسكري ويخذوا قرارات على صعيد الجيش؟ فهذا لا يجوز، لازم يدركوا المؤسسه العسكريه هذه المؤسسه الوحيده يلي باقي وماشي، انما بيكون العين عليها سياسيا، والعقيده العسكريه تبعها معروفه ضد اسرائيل ومع المقاومه وبيان وزاري هذا مكتوب. وبالتالي يتركوا هذه المؤسسه تعمل وبحريتها لحتى تكون ادائها صحيح، وعدم ولعدم ان تكون اسيره لاي مكون سياسي. هون يمكن بتقصد ما قاله قائد الجيش العماد اهوجي عندما سئل عن الموضوع، دائما بحسب الجمهوريه انه ما حدا عرض عليه اسماء وما بيعرف انه في نيه اصلا للتوصل الى تفاهم. هون بتقصد انه قيادة الجيش يمكن هي المعنية الابرز بهذا الموضوع؟ لا لا، انا عم بحكي بصورة عامة. هلأ من ناحية التعيين، نعم، موضوع التعيين مثل ما صار بموضوع تعيين قائد الجيش ومع ولم يحصل توافق داخل مجلس الوزراء، فلجأ وزير الدفاع اللي هو عنده الوصاية او الحصية او واجبه انه يقترح اسماء لقيادة الجيش، وبالتالي لم يكن هناك توافق في حينه، فلجأنا الى المادة 55 يلي بتقول بتأجيل التسريع. هلا الموضوع والله بسيط، هذه المكونات السياسية لازم تعمل مصلحة البلد، ما في اسهل منها. مثلا الكاثوليكي في نشوف 3-4-5 ضباط هالعمدة بالأقدمية، نعم، مين هو يعني نطلع مين هو بالمفاضلة؟ مش انه كلهم اكفاء وبنلاقي واحد منهم، يعني شغلة بسيطة نعطل البلد علشان نقول انا اكسب شعبية وانا ما بروح على مجلس الوزراء الا لحققت مكاسب. عدم التجاذب السياسي بموضوع الجيش، يتركوا الامور لوزير الدفاع ولا قائد الجيش اللي هو المعني بقياده الجيش واللي هو على معرفه بضباط الجيش، وبيطرح عده اسماء على وزير الدفاع، والوزير الدفاع بيطرح على مجلس وزراء، ومجلس وزراء من نقي واحد. شو يعني شو الامر العظيم؟ لعل ضرورات تسيير الدوله معالي الوزير تبيح المحظورات هون، يمكن هذا هو. والله مش على حساب الجيش، مش على حساب الجيش ابدا. بالموضوع الآخر، نعم، إذا مشيتي مدام، إذا مشيتي موضوع الحكومة بس بتخسر الجيش، إذا ما أيهما أفضل؟ إذا مشيت موضوع الحكومة بالطريقة اللي هلأ عم تنطرح، يعني مش بالطريقة اللي عم تنطرح، ما بعرف الطريقة اللي عم تنطرح، بس أنا بالمحاصصة، نعم، عم بحكي بموضوع المحاصصة، المحاصصة السياسية أنا ضدك عسكري بالمطلق. نعم، ماذا بالموضوع الآخر، موضوع النفايات، انحلت ولا بعد معالي الوزير؟ والله موضوع النفايات مشكور وزير
الزراعة على الجهود اللي قام فيها، وهو الترحيل كان الأغلى وأبغض الحلال، بس إجا الترحيل نتيجة التجاذبات السياسية، لأنه كانت المطامر البيئية أو المطامر الصحية هي الحل الوحيد للنفايات. لكن التجاذبات السياسية ودفش أهالي عكار أنه قالوا أن الحكومة عم ترشيكم، هذا عطل موضوع المطامر، فلجأوا إلى موضوع الترحيل. هلأ عندنا بعد موضوع الترحيل حوالي 15 يوم او 17 يوم من العقد، لانه يسري بعد شهر من التوقيع، صار ماشي شيء 12 يوم او 13 يوم، بعتقد انا باوائل الشهر لازم يكون ماشي الامور وموقع العقود وموضوع الترحيل بيمشي. في شيء جلسه هلا لمجلس الوزراء بالافق القريب؟ لازم يكون في جلسه اذا صفيت النيات، وانا سبق وقلت انه هذا واجب وطني في مصالح الناس، ما نحط بمجلس الوزراء بنود خلافيه، خلينا نمشي امور الناس. لا. لا لأن إحنا عايشين بمنطقة منتهبة من سوريا لليمن للعراق، وبالتالي علينا نحن إذا في حس وطني وموضوع وطني أنه نعمل جلسات للحكومة ونمشي أمور الناس والعباد. نعم والله يا معالي الوزير، يعني عن جد موضوع النفايات شيء معيب، يعني لازم نخلص منه، يعني مش بس الموضوع يتعلق بصحة المواطن وبالأمراض وبالجراثيم وبالأمراض اللي عم تجيبها للناس، يعني صارت النفايات عم تعمل عجقة سير على الطرقات، يعني صارت بتقرب الزبالة على نص الطريق، يعني على الأوتوستراد على الطرقات عم بتسبب حوادث، يعني عيب، يعني والله ما عم نطلب شيء، عم نطلب أقل حقوق المواطن، يعني الناس ما بقى تحمل موضوع النفايات، عيب والله عيب، يعني شو ما لازم ينعمل شيء، لازم تتحرك الحكومة، ما بقى لازم يسكت عليها، يعني ما عم يطلب الموضوع على السكة استاذ زيبي، والموجودة بالطرقات اللي إيه لحال الموجودة من ست أشهر مفروض يكون ملاقيين لحال، بس هلا أنا سبق وقلت لك إنه موضوع التجاذبات السياسية هو الذي أخر موضوع النفايات، حل موضوع النفايات. نعم. طبعا هذه المكونات السياسية، أنا عسكري ولا ومني أنتمي لأي مكون سياسي أو أقدر أثر على الأرض، أنا موجود بهذه الحكومة نتيجة يعني موضوع معين. نعم. جيت أنا من حصة رئيس الجمهورية بوقتها، يعني أنا ما قلت للناس عم يرشوكم، خليها تتحمل هذه المكونات السياسية يلي دفعت الناس. نعم. وحفزت الناس أنه تعمل وتوقف تقطع الطرقات لمنع اسرار او غير اسرار، هي اللي مسؤوله عن هذا الموضوع. شكرا لك معالي الوزير عبد المطلب بحناوي على هذه المشاركه معنا، يعني مجموعه من النقاط رح جرب ادمي إيه الوزير حناوي كثير ادمي، ما في منه، احنا بدنا امثال عن جد، بدنا مثله ناس ادمي. بدي ارجع ل يعني عده نقاط اثرتها مع معالي الوزير، اولا قصه التعيينات العسكريه، سمعنا راي معاليه انه ما بيجوز المحاصصه بالسياسه بالمؤسسه العسكريه، هذا الموضوع عم تشوفه عم يؤخذ بالسياسه 100%، بتخاف انه يكون له تداعيات مثل ما تخوف معالي الوزير على مؤسسه الجيش تحديدا؟ انا بقول بوجود جان قهوجي ما بخاف على الجيش. جان قهوجي رجل يعني عسكري عم بيقوم بمهماته، القيادة العسكرية عم بتقوم بمهماته وبشغلها، عم بيقوم بواجباته. نعم. كل القضايا أنا لا بقول لا خوف على المؤسسة العسكرية، كل شيء بيفرط إلا المؤسسة العسكرية. طيب بس هالطريقة منها تصويب غير مباشر على قائد الجيش أنه صلاحيته يمكن أخذ هذه الصلاحية منه، اقتراح أسماء على وزير الدفاع وغيره. ليكي ستنا بدي أقول لك شغلة، بالحالات الاستثنائية بالأيام. نعم. اليوم مثل واحد مريض بالكانسير بتقولي له والله لازم بتداوي بالبنادول، البلد كله البلد كله مخربط، البلد كله. أنا عم بقول في خطوط حمر، المؤسسة العسكرية لما بيقربوا على موضوع الخطوط الحمر الجيش وقائد الجيش بيوقفوا بالوجه، لما في مجال لبعض المناورة الأشياء اللي بتسهل أمور الوطن والهيدا قائد الجيش بيكون بيسهلها، بس لما بتكون قضايا خط أحمر قائد الجيش لو بده يفل على بيته بيقول لا، وبيقول لا وبيخبط على الطاولة. طيب.
حظوظ المرشح التوافقي، اسم قائد الجيش ما تروح بين الأسماء، بس مثل ما رينا أنه عليه فيتو من العماد عون. كمان سؤالي، بعد في مجال للمرشح التوافقي إذا كان في قرار إقليمي ودولي للرئاسة؟ خلينا ننطر الليلة دكتور جعجع شو بده يعلن بناء عليه، بكون خلينا ننطر يعني الليلة دكتور جعجع شو بده يعلن ومن بعدها بنشوف. طيب إذا ما أعلن ترشيح العماد، لا رح يعلن، أنا بقول لك ترشيح العماد متصور، أنا تصوري هيك. موضوع إخلاء الوزير سماحة كمان موضوع اهتمت فيه الصحافة، وسام السعادة بالمستقبل وصفه بالفضيحة بكل المقاييس، والفضيحة الأكبر برأيه هي تداول الممانعة هذا الإخلاء من زاوية الاستدلال فيه على مدى مطابقة سماحة لقيمة الوفاء. كل هذا الموضوع توقيته له مغزى معين؟ إخلاء الوزير سماحة في البعض شايف فيه خربطة على المبادرة الرئاسية. ليكي ستنا، أنا هيدا الموضوع يعني أنا امبارح قريت تصريح للوزيرة شبطيني اللي هي كانت رئيسة المحكمة التمييز وقاضية مشهود إلها، عم بتقول إنه الخطأ مش من المحكمة، الخطأ من القوانين، إنه قوانين المحكمة العسكرية، يعني يجب تعديل قوانين المحكمة العسكرية برأيي. ما بعرف يعني أنا ما عندي مني بمحل أقدر، أنا مني رجل قانون وما بعرف ما بقدر شوف إذا اللي اتخذ، بس بغض النظر عن الموضوع، عن موضوع الوزير سماحة أو ميشيل سماحة، عم بحكي أنا بموضوع القانون بس. بما خص موضوع الوزير سماحة، أنا قليت على نفسي أني ما أحكي فيه الموضوع من أول ما صار لليوم، بس امبارح عن جد تفاجأت بس طلع وحكي على التلفزيون. أنا بقول أنه ما كان لازم يحكي، وعيب اللي حكي أنه بده يواصل مهمته السياسية. أي مهمة؟ أي مهمة؟ خلص قال له وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. كان أشرف لقله يفل على بيته ويقعد ما يحكي وما يبين على الإعلام، خلي الناس تنساه. هلأ هيدا الكلام اللي حكيه وهيدا التجبر اللي عنده إياه اللي هيك ما بيصير، ما بيسوى هيدا التحدي لشعور الناس. أنت شو ما أنت منك ضارب واحد بالغلط بالسيارة، أنت عندك مشكل كبير وفايق طالع عم تحكي. شو عم تحكي؟ شو كيف لك عين تبرر؟ شو عم تبرر؟ أنا يعني كل فترة توقيفه قليت على نفسي إني ما أحكي بهذا الموضوع لعدة اعتبارات، بس امبارح استفزني بس شفته على التلفزيون عم بيحكي هيك، عن جد استفزني، ما قدرت إني اسكت يعني على الشيء على هذا الكلام. بعد الفاصل سنتابع حديثنا، ما سألناك رأيك ب موضوع هلا الضغوط المصرفيه، يعني في وفد مصرفي لبناني توجه الى واشنطن، ويمكن سمعت رايك بموضوع النفايات، ما بقى رح ارجع له، وهو باي حال راي كل اللبنانيين. عيب. يعني الموضوع ما بقى يحمل ابدا، عيب عيب عيب، خاصه انه عم ينقال انه الاتفاق الجديد لا يشمل النفايات المرميه تحت الجسور. الاتفاق اللي عملوه بالاول اللي كان فايت فيه نعمه فريم وتوني ازعور، نعم، والشباب هاو الشركات فشل هودي شباب كانوا عاملين نعمة فريم وتوني أزعور وهالشباب، هودي أحلى شباب. نعم، بس الحراك المدني اعتبروا انتصار أنه فشل المحاصصة بهذا، نعم، التفشيل. نعم، يعني خطأ وقع في الحراك المدني 100%. بعد الفاصل منتابع حديثنا. إذا نتابع حديثنا بهذا القسم الثالث وما تبقى من هيك مواضيع بحب أسألك عنها أستاذ دافيد. قبل البريك حكينا عن النفايات، ما بعرف إذا عندك بعد. لا كنت عم بحكي إنه عم بحكي عن الشركات اللي قدمت أول ما كان الوزير محمد المشنوق مستلم 100%. وقت اللي عملوا إجوا رجعوا لغوا هيدا، عيب والله عيب، لانه كان اعتبر الحراك أولاً انه محاصصه. يمكن الوزير مشنوق يومها ما عرف عرض للارقام، او عرضها بطريقه بينت وكانها اغلى من سكلين. مش ما عرف عرضوها مقصد هيك ليخربطوها،
عرضوها مقصد هيك، مش ما عرفوا يعرض. عندك اسماء ناس صنضاف بالبلد. نعم. نعمة فريم وطوني أزعور عم تحكي شباب أوادم مرتبين، أولاد عيال مش جايين عم بيجوا يضحوا بالبلد وعم بيشتغلوا هون وعم بيحضروا مع أسماء غيرهم، إجوا عملوا شركات وقدموا يعني دراسات كتير مهمة من أهم الشركات. نعم. إجوا لغيولن إياها يا عمي. نعم. ليه هلأ اللي عم تعملوه أنتو حدا بيرحل النفايات؟ عم ترحل مؤقت هيدا بانتظار ترحيل النفايات بكلف. نعم. مرتين زيادة عن اللي كانوا بدهم ياخذوه. نعم. شركات من عيب والله عيب البلد. المشكلة كمان ما عادش في لحم البلد لينسرق، ما بقى فيه والله ما بقى فيه لحم. بأي حال الوقت يمكن ما بيسمح لنا نستفيد أكثر بهالعنوان، حيث العنوان المصرفي اليوم تقدم تحديدا من ناحية زيارة وفد مصرفي لبنان لواشنطن بحسب ما علمت جريدة اللواء للبحث مع المسؤولين الأمريكيين والتأكيد على سلامة الوضع المصرفي والتزام المصارف اللبنانية بالأنظمة والمواثيق الدولية. هل يعني الوضع المالي تحديدا بظل الضغط على حزب الله ممكن يتفاعل أكثر أم لا ما بتصور له حدود معينة؟ المصارف اللبنانية عم تطبق الأنظمة بوجود رجل يعني رياض سلامي هو الضمانة. نعم. رياض سلامي رجل موثوق من الجميع، عم بيعمل المصلحة الوطنية، عم بيقدر عم بيخدم البلد قد ما بيقدر وبكل قوى. أنا بتصور ما في مشكلة مصرفية أبدا، ما في مشكلة. هلا اليوم اللي عم بيحصل بموضوع بعد الحسابات مع حزب الله، هيدي قضايا بتتعلق ب بهيدا الموضوع اللي عاملينه الامريكان بموضوع مكافحه الارهاب. بتصور يعني البعض سال انه كيف بيطلع هيك قرار امريكي بوقت طلع قرار رفع العقوبات عن ايران، يعني مثل وكان بتاخذ بايد وبتعطي بايد تانية. يمكن هالشيء بياكد اللي تفضلت فيه من الاساس انه ما في ارتباط للقرار النووي ب 100% الاتفاق النووي بمواضيع اخرى. حسن بليبل بكاريكاتير ديلي ستار حول رفع العقوبات صور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي موغيريني ترقص التانجو مع الوزير الإيراني محمد جواد ظريف فوق حلبة نهاية العقوبات على إيران، وهي تقول لا مزيد من اليورانيوم، فيجيبها ظريف قائلا أكثر فأكثر يورانيوم. في هذا الاتفاق مكتوب لأ بتصور إيران رايحة على محل بدها تستفيد من كم يوم هيك رياحة، بتصور رح تلتزم ورح يروح النشاط أكثر لموضوع التجارة، يعني فتح مجالات لتطويرها، لحتى بلشت عقود كبيرة تفوت على إيران. وامبارح مش هين البورصة بالخليج، يعني نتيجة هيدا الاتفاق نزلت بشكل. لماذا هذا رفع العقوبات أثار هلع خليجي مثل ما قالت جريدة السفير، واعتبرته حتى بالمانشات انه هل يكون سلام نووي ام شكل جديد للصراع؟ ليكي من الطبيعي انه الخليج، لانه ايران يعني اليوم كبلد اذا يعني التزم بالاتفاق وفتح، يعني شغلة منا هينة، يعني منا هينة رح تأثر على كل المنطقة اقتصاديا وتجاريا. هل تعتبر انه من بعد اليوم الصدقية الإيرانية على المحاك بانه وين رح تصرف الأموال، وين هل في الداخل الإيراني ام لأذرعة إيران العسكرية في المنطقة؟ اكيد انه الإيرانية رح يلتزموا، انا برأيي رح يلتزموا، لانه بيعرفوا تمام انه كيف مرق القرار بأمريكا وبأي صعوبة مرق، وبتصور ما بدهم يحطوا زريعة، بدهم يرتاحوا شوي، تعبوا من وقت الثورة لليوم. يعني ضغط الثورة الإيرانية ممكن يفعل فعله بهذا المجال، ضغط الشارع الإيراني
بيرتاحوا شوي. ما مدى ما يقال، ما مدى دقة أو صحة ما يقال إنه في جناحين بإيران أستاذ دافيد، إنه جناح المحافظ والجناح المعتدل؟ مني خبير بإيران يعني، ما نعم. بعرف كتير، بس بعرف أنا ما بتصور، أنا بعرف بتصور إيران فيها مرجعية وحدة نعم، فيها مرجعية وحدة يعني، شو عشان نقول في إذا بدك ناس بترخي ناس بتشد، بس فيها مرجعية وحدة. أخيرا بهالمسألة، بحسب علي الأمين بالبلد، رسالة إيران أننا كنا القوى الحاسمة بمرحلة الخلاف الإيراني مع أمريكا، فماذا تنتظرون أن نكون بلحظة التوافق الإيراني الأمريكي، يعني سواء بلبنان أو بالملفات والساحات المشتعلة؟ هل ترى أفق للأزمة السورية؟ كيف سينتهي الوضع في اليمن؟ هيك بتقديرك، معنا تقريبا دقيقة واحدة لنلخص في الموضوع الإقليمي. أنا شايف الأمور رايحة على رسم خريطة جديدة بالمنطقة. مني شايف، أكيد سوريا ما بترجع سوريا اللي نعرفها، أكيد العراق ولا اليمن، ولا يعني اليمن دجا كان مقصن. أنا ما أنا أنا عم شوف في هناك رسم خريطة جديدة للمنطقة. وما بعرف قديش بياخد وقت، بس أنا شايف الأمور طويلة، منا كثير، منا قريبة لا. وبلبنان ايضا يعني، يعني معه حق رئيس بري، بس يقول الموضوع الرئاسي وضع بالثلاجه وليس بالبراد، على اعتبار انه الثلج بده وقت ليزول، انه بده وقت كثير. انا هيدا الكلام قلته من 3 سنين، انا معه موضوع الرئاسي، لا يمكن فصل موضوع رئاسه الجمهوريه عما يحصل في المنطقه. 2، في مشكلتين عندك موضوع رئاسه الجمهوريه، عندك مشكل داخلي ومشكل اقليمي، طبقات يعني، طبعا عندك عدة مشاكل. بعدين أنا برأيي أنه ما فيك أنت تجي تعملي تسوية بلبنان، البلد لبنان معني بما يحصل في المنطقة، بالوقت اللي حوالي مشتعل. بقى أنا اللي بقوله أنه لبنان ما رح يصير في حرب، لبنان رح يضل بفضل الأجهزة الأمنية والقوى الأمنية والجيش اللبناني اللي عن جد عم بيعملوا شغل رائع، بس بضل ستاتيكو. بس هالستاتيكو عم بيتعبنا، رح نوصل لمحل الوضع الاقتصادي صرنا على شفير الهاوية الانهيار. الكاتب والسياسي الأستاذ دافيد عيسى، بهالخلاصة بكون وصلنا لختام وقتنا، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم بكلام بيروت وبتلفزيون مستقبل. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.